مرحبا، نحن تلاميذة الصف الخامس الأساسي و اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية سنقدم لكم مقارنة بين ما كتبه ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة واستوحى منه الكاتب الفرنسي المشهور جان دي لافونتان. وليد عبد الله بن المقفع عام 724 في كاليا الجنوب هو مفكر فارسي فصيح، درس الفارسية وتعلم العربية، نقل إلى العربية كليلة ودمنة، وله في الكتب المنقولة كالأدب الصغير حول الأعمال الصالحة والأدب الكبير فيه كلام السلطان ومكتبه بدعيات ومن أعماله أيضا مكتبة كليلة ودمنة. اشترك مع عبد الله بن المقفع بذكائه وكرمه وأخلاقه الحميدة حتى قال: انزل لصديقي دمك ومالك. جمع بين الثقافة العربية الفارسية اليونانية البرتغالية. توفي أمير المقفع عام 759 وهو نبي تجاوز 36 سنة، إلا أنها خلف لنا من الأثار كثيرا ما يشهد على شعر نهري وقريته أنه صاحب المدرسة دائرة كوبي. كان اسمه قبل أن تحول للغة العربية الأصول الخمس، وهي قصص لتتكلم عن الحكمة والأخلاق. كليلة ودمنة قصص فرنسية بعيدة، خمس كتب قصص أعمال هندي داكشاني. طلب ابن كلمه أن يؤلف له خلاصة للحكمة بأسلوب مسلي. معظم شخصيات قصص كليلة ودمنة حيوانات بردية، فالأسد هو الملك وخادمه الثور اسمه شتربة، وكليلة ودمنة هما أسنان من حيوانات تبع الهواء وشخصيات أخرى عجيبة. هكذا تدور القصص ضمن الغابة وعلى ألسنة هذه الحبيبة. كتاب كليلة ودمنة ليس مجرد رسالة حكاية تشتمل على اختراقات حيوانية، بل هو كتاب يهدف إلى نصح الأولكي والإصلاح الاجتماعي والتوجيه السياسي. أضعف الكاس من تموز 1921 في بلدة شاتو تشيري في منطقة شامبان في شمال شرق فرنسا. والده هو تشارلز دي لافونتان، كان يعمل كمسؤول عن حماية الغابات في شاتو تشيري، فنشأ في أحضان الطبيعة كما تألف مع الحيوانات وتعاطف مع آلامها. فهي والدته فهي فرانسوا بيه. تلقى جون تعليمها في المدرسة الفرنسية الثانوية في مدينة خاص الواقعة في شمال شرق فرنسا. درس المحاضرات لكنه لم يمارسها. الأدب وحده هو الذي كتبه. كتب حكايات كثيرة جاءت عالم في أكثر. اقتبس من شخصيات حكايات عربية ومفرقية مثل حكاية كليلة ودمنة. لا شك أنه أراد أن يقول على لسان الحيوان أشياء لم يكن قادرا على كونها سرا، بل الحيوانات في حكايته مواقف بشرية وكان لها دور كبير في نقل أفكار توفي جون دي لافونتان في باريس في 13 نيسان 1695. قامت فرنسا في عام 1995 بإصدار مجموعة من الطوابع الباريسية احتفاء منها بشخصية لافونتان ومجموعة أعماله المعروفة باسم أساطير لافونتان. كذلك تم عرض فيلم في فرنسا في 2007. الكرب والنجام ابن المقفع زعموا أن الكرب رأى الجيران شكوا حشبه وهو راكب عليها، وكلما شك من هذا النعم أدخل فيه وقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه فركب القرب الخشبة وجعل وجهه قبل الوتد، فلزم الشق عليه فكاد يخشى عليه من الألم. ثم أن النجار وفاه فوجده على تلك الحالة وأقبل عليه يضربه، فكان ما وفي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة. ويضرب هذا المثل في من يتكلف من القول والفعل ما ليس من شكله.
صرصور من هذا الوقت. صرصور كان يصيف كل سنة، فإذا جوع طعام الغرفة والدم لا دودة في الأرض شتاء أو حتى حشرة. فالأرض كالسنة تمشي كما هو حلو. هل يمكن استاذنا إلا نملو؟ يا جارتنا حق الشوال يفسد أكثر، فأنا شعار وكذا وعراقي لئيسة أهلي. قط حسن يعقبه حمدي وقبيل بصرف يعجبني جد، لكن النملة رغم نشاط النملة بخيلة، فمن الكامل صاحب كل فضيلة؟ سألت نملة نجار الصرصور، حضرا لا يمكن إعطاؤك شيئا من قوت المنقول، فيما تراك مضى وقتك أيام شقائي في إتراب الشكور، فأنا أحسن تلحين الكلمات، هنيت فلترقص بعد غنائك.